بسبب أهلي لأنه ما في معيشة مثل ما لك شايفين. واشتركنا الحمد لله وشاركنا بجبهات مثلنا مثل العالم. ده جينا كنا مقصف الضرب والطيران عم يجي عنا هون عم يجي عايشين مرتاحين يعني الحمد لله، بس يعني هالشوب هالشمس ما في لا كهرباء، مي عم نتعذب نروح لفوق لحتى نجيبها. ما في شيء هون الحمد لله، بس اوقات يعني بتيجي الطياره عم تضرب، يعني كمان اوقات بتيجي هون الطياره بتضرب. ايه بس ايش عم نمسك قلبنا؟ نروح على حلب كل شيء غالي، ايش معنى نشتري غالي، اكل غالي، شغل ما ضل. بدنا نرجع بيوتنا ونرجع نعيش. نحن ما نروح تركيا، لا ما لنا مسجلين، نحن بلدنا نضل بيركين فيها. إن شاء الله الله بخلصنا منه بأقرب وقت، وإن شاء الله كل واحد تأذى هيك بلا غيب وتشوف إيش نسوي إيش نعمل. وهالدول ما بتوقف بتشوف، لا حدا بوقف بتشوف ولا حدا بيحكي معه. ما عم نشوف شيء. كمان أنا من مارع، العنقودية ضربت حوالي بيتي ورجع أمس الرشاش ضرب كمان في بيتي بخش الحيط، صارت تتعب وبعدين المعيشة ما بقى يعطينا راتب. إيه بده يعيش بده يشتغل بدنا ناكل. إيه جينا لهون إجباري وأنا من تعبي شايف يمكن عيني رعبة وزعل، بس قلنا هنيك ما في معيشة، هون شوي معيشة معنا، شو ولو شوية البرغل منيحة، ولو شوية البرغل يعني ماشي حالها. أنا كنت ساكن بحلب، هنيك كمان صار عندنا الوضع متأزم جدا، ضرب والناس صار يخاف بالليل. إلا أنا هون أمان، ركنا بخيمة عشان الأمان، كمان صرنا نخاف.